اليوم بمنطقة كتير مثيرة للجدل، منطقة بيختفي فيها النهر لمسافة 500 متر بجوف الأرض تحت الأرض وبيرجع ببين بمنطقة تانية. شو ناطرنا تحت؟ خلينا نشوف. المسافة الإجمالية من مدخل الهول إلى أسفلها تقدر حوالي 85 متر، يعني عم نحكي عن مبنى مؤلف من 29 طابق. المرحلة الأولى شديدة الانحدار والانزلاق بسبب نقط الماء يلي عم تنزل على الأرض. عند هيدي النقطة بتنتهي المرحلة الأولى وبتبدأ المرحلة الثانية يلي ببين فيها أسفل الهوة بشكل واضح. أما المرحلة الثانية فهي بتتميز بانحدار عمودي كامل إلى الأسفل. فجأة نوصل على نقطة بتوقف فيها التسجيل الصوتي تلقائيا لأسباب غير معروفة، كما أنه رح يرجع يتفعل كمان تلقائيا على نفس المستوى صعودا لأسباب غير معروفة مثل ما رح نلاحظ بآخر الفيديو. أطلق على هالمنطقة اسم هوة الدخون بسبب ارتفاع رذاذ الماء من أسفل الهوة بجوف الأرض على شكل دخان كثيف إلى مدخل الهوة فوق سطح الأرض، خاصة بفصل الشتاء لما بيكون منسوب النهر أضعاف أضعاف فصل الصيف. كما أنه أشعة الشمس شبه معدومة وما بتغطي غير مساحة صغيرة بالأسفل. مثيرة للجدل، نهر يختفي تحت الأرض مسافة 5 كيلومتر، وطبيعة من أجمل البلدان بالعالم لبنان. ابتداء من هذه النقطة رح تختفي أشعة الشمس بشكل كامل ورح ينحسر النهر بمجرى كتير ضيق ويبدأ مسيرته بمضمار طويل جوف الأرض قبل ما يعابد الزهور بمنطقة تانية. هيدي المهمة تحديدا بحاجة لعدد أكبر من الحبال، كرمال هيك رح نعود أدراجنا ونتسلق 85 متر صعودا ونشوف سوا أجمل المشاهد من الأعلى.
فجأة بيرجع بيتفعل التسجيل الصوتي بنفس المكان لأسباب كمان غير معروفة. ما في خبركن عنه أبداً.